ان نعم هو يعني اللي اتقال انه انه في شرط انه قرض صندوق النقد الدولي لابد انه اولا يسدد منه مستحقات الشركات النفطيه الاجنبيه. هل ده ازعجكم؟ طبعا مما لا شك فيه، لان حضرتك يعني احنا بنمثل نبض الشارع، بنمثل الشعب المصري. فالنهارده انا نفسي انزعجت، هل انا واخد قرض زي ما حضرتك قلت عشان اسدد بيه ديون، ولا عشان اعمل بيه خطه تنميه؟ احنا بناخد القرض عشان نقدر ننهض ببلدنا، نبني بلدنا، ولا بناخد القرض عشان نسدد ديون؟ فده يعني ازعجنا بشكل كبير جدا، وده مش عايز كلام. مما لا شك فيه ان يعني بالبلدي كده مش معقوله هسدد دين بدين زي ما بنقول بالبلدي. يعني احنا بندين عشان نسدد ديون، ولا بندين عشان نبني بلدنا، عشان نوفر برامج الحمايه الاجتماعيه، عشان نوفر مدارس للكثافات اللي موجوده 140 في الفصل، وعشان نصلح من الاوضاع المتعلقه بالصحه المترديه بشكل كبير جدا، ونقص في الادويه. احنا كلنا كان عشان من قرض صندوق النقد الدولي انه هيوجه لخطط تنمويه تبان انعكاساتها على المواطن المصري، مش ان انا اروح اسدد بها ديون قديمه. فده ازعجنا طبعا. طيب استاذ صلاح، عشان نبقى اسمع بقى وجهه نظر، نفس الوضع وانت كعضو في لجنه الخطه والموازنه.